أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل مسافر أمن به ناس مقيمين صلاة الظهر ثم سلم من ركعتين، هل يجوز أن يتقدم أحدهم ويؤم الجماعة في الركعتين الأخيرتين، أم يصلون فرادى كل يقضي الركعتين الباقيتين لوحده؟ لا، كل يقضي لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلفه أهل مكة في حجة الوداع صلى به في الحرم، فقال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر فأتموا لي أنفسكم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وأتموا لي أنفسهم ولم يقدموا إماما منهم، بل كل ما أتم لنفسه، ما ذكر أنهم قدموا إماما، بل كلنا تم لنفسه. يسبقون مثل المسبوقين،